سنه 1972 الدكتور دافيد روزنهام طبيب نفسي في جامعه ستراندفورد يقوم بتجربه تثير الجدل هو وسبعه الاصدقاء ديالو دكاتره وتلاميذ. قالوا غادي نمشيو للمستشفيات والمصحات النفسيه ونتعامل بشكل طبيعي جدا ونقول للدكاتره على اننا مرضى نعاني من مشاكل نفسيه، نسمع اصوات، نشاهد اشياء غير منطقيه ونلاحظ هل الدكاتره سيعرفون اننا مرضى مزيفين وندعي المرض او ان هؤلاء الاطباء النفسيين يميزون ما بين الشخص الطبيعي والشخص المريض نفسيا. جميع المصحات التي يزورها الدكتور وأصدقاؤه شخصتهم على أنهم مرضى يعانون من مرض سكيزوفرينيا ويكتبون لهم أدوية من أجل التعافي. ومن بعد مدة يقوم الدكتور والأصدقاء دياله بتقديم طلب للخروج وعلى أنهم أصبحوا مرضى سالمين. العجيب عزيزي المشاهد أن المصحات رفضت طلبهم وقالت لهم أنهم لا زالوا مرضى ويجبرونهم على المكوث في المصحة لمدة شهرين كاملين. قاموا بهذه التجربة على 12 مصحة نفسية في 5 ولايات، منها مستشفيات عمومية وأخرى خصوصية. كلهم قالوا على أنهم مرضى يعانون من سكيزوفرينيا. وبعد ما انتهت هذه اللعبة وهذه المسرحية، الدكتور دافيد روزنهام ينشرها على مجلة ساينس الأمريكية الشهيرة بعنوان أن تكون عاقلا في مكان مجنون. انتشر الخبر في جميع أمريكا فأصبحت هذه المستشفيات في حرج كبير. لقد كانوا يقبلون ناس عقلاء على أنهم ناس مرضى نفسيين، لكن واحد المستشفى أخذت الأمر بجدية وقالت بأنها تتحدى الدكتور دافيد روزنهام أنه يرسل له مرضى نفسيين وما يعرفوهمش. والدكتور دافيد روزنهام قبل التحدي وقال بأنه في الأسابيع القادمة غادي يرسل للمستشفى مرض أشخاص ويعرفوا واش مرضى نفسيين أو غير نفسيين. بعد مدة المستشفى يرسل للدكتور دافيد روزنهام 41 شخص وقالوا للدكتور روزنهام لقد اكتشفنا المرضى المزيفين، ها هي 41 شخص سليمة وهي غير مريضة نفسيا. الدكتور روزنهام يقول لهم اسمع معايا هاد سكيت لايف، انا لم ابعت احدا